السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات مجددا. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نحاول نشرحوا واحد الموقع. مثلا عمركم الإخوان كنتوا في مطعم ونزل لكم شي وصفة مثلا شي همبرغر أو شي مشروب معين وبغيتوا تعرفوا الوصفة ماش متكون ديك الطعام هذاك مش تحاولوا تعملوا ديك الوصفة في المنازل ديالكم. هذه إذا كنتوا سبق لكم تحتوا في هذا الموقف ما قدرتوش تسقسوا الناس اللي كتقدم هذه الوصفات من مقادير ديك الوصفه، انا غادي نقدم لكم اليوم واحد الموقع اللي كيقوم بهذه الخدمه هذه، كيعطيكم جميع الوصفات اللي كاينين في المطاعم المشهوره وخصوصا المطاعم الامريكيه مثل ماكدونالدز مثلا ستاربكس مثلا برجر كينج. اي وصفه موجوده في هذه المطاعم هذو كاد يعني اجبروها في هذا الموقع هذا، ودائما هذا الموقع كل نهار كينزل وصفات جديده الاخوان يعني داكشي بالتفصيل. تابعوا معي هذا الفيديو حتى الاخر نبداو الشرح. اذا كنمشيو محرك البحث ديالكم كتكتبوا كوبي كات كوبي كات كليك سيرش كنمشي مباشره للرابط الاول كدينا مباشره لهذا الموقع. هذا الموقع كما كتشوفوا هذه الواجهه ديالو الاخوان في مجموعه ديال الاطعمه. هنايا كاين مجموعه ديال الماكولات كما قلنا. نخليكم تكتشفوا الموقع كامل يعني نتوما بيدكم. المهم اخوان نحاولوا الان غادي نترجموا هذا الموقع للغه العربيه الطريقه اللي كنعملها عاد دلوقتي نتوما الاخوان. اذا ترجموا الموقع للغة العربية. إذا الموقع كما كتشوفوا باللغة العربية. إذا في هذا المكان هذا كاين اتصال، كاين وصفات، كاين حول، وكاين مسكن. إذا هنايا كاين كل الوصفات، إذا كليكينا عليها غيدينا مباشرة كل الوصفات اللي كاينة في هذا الموقع، وهنايا مجموعة ديال المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهذا الموقع. إذا كما كتشوفوا الإخوان كما قلنا هذا الموقع هذا كيقدم الوصفات اللي كاينة مجموعة المطاعم المشهورة اللي كاينة في العالم. إذا شفنا هنايا كاين هاد لابار هادي فيها مطاعم مثلا بحال ستاربكس بحال ماكدونالدز. غنمشيو مباشرة لماكدونالدز اللي كيعرفها أي واحد ونشوفو الوصفات أو الأطعمة اللي كاينة موجودة في هاد المطعم. اذا كما كتشوفوا هنا كاين مجموعه المشروبات الخاصه بماكدونالدز، هنا كاين مجموعه ديال الاطعمه ايضا الخاصه بماكدونالدز. والان غادي نقوموا بالترجمه لهاد الواجهه هذه باللغه العربيه كذلك باش الاخوان نعرفوا الوصفه ماش كتكون. اذا مثلا نشوفوا نختاروا شي مشروب مثلا مشروب ماكفلوري اوريو ماكفلوري اللي هو معروف عند مطعم ماكدونالدز كذلك. ومثال غادي نمشيو نترجموا هذه الواجهه هذه باش نعرفوا الوصفه مين كتكون باللغه العربيه. طبعا الناس اللي عندها اللغه الانجليزيه فهذا ليس صعبا عليكم. اذا الصوره ديال المشروبيه هذه، نبدا على المشروبيه هذه كل ما يتعلق بهذا المشروب مكتوب هنايا، قراوا هذا الشيء بتمعن كيشرح لكم هذا المشروب شنو هو. اذا هنا مباشره كاين المكونات، ها هي المكونات اليك قائمه بما تحتاجه. كاين هنا ثلاثه مكونات فقط يعني هذه الوصفه جد سهله. كاين مثلجات الفانيليا فانيلا ايس كريم، كاين حليب صافي اللي هو ميلك، وكاين بسكويت اوريو اللي هو معروف عن الجميع. اذا كيفيه صنع اوريو ماكفلوري، اذا هنا كتضع الايس كريم والحليب في الخلاط، الوضع في الخلاط هنايا كتخلط الايس كريم، اخلط الايس كريم والحليب معا. الحالة الثالثة فتت بسكويت اوريو في الخلاط، ثم العملية الرابعة هي الطحن ويخفق يعني الطحن بالخلاط عدة مرات لخلط البسكويت، وكيعطيك هذا المزيج الرائع في هذا المشروب هذا. اذا كما كتشوفوا هنايا كاين بعض المشروبات ذات صلة يعني بحال هذا المشروب هذا. هنا الاخوان اذا ما بغيتوش تقراو هذا التعريف ديال المشروب كتجيو لهنايا، يكفي عندكم هنا واحد جوج ديال الخانات هنايا وصفه طباعه الوصفه كتكليك عليها، واذا عندك آلات طابعه في المنزل كتطبع مباشره. اذا مثلا بغيتي تنتقل مباشره للوصفه بلا ما تقرا الديسكريبشن ديالها كيعطيك هنايا وقت التحضير بالدقائق
اي مطبخ ينتمي هذه الوصفه للمطبخ الامريكي، الكاتيجوري اللي كتصنف فيها هذا الوصفه هذه. هنايا كذلك مثال بغيتي تطبع، اللي بغيتي تصوت كم عدد النجمات اللي بغيتي. مثلا هنايا كاين وقت الطهي اللي هو دقيقتين، وكاين مثلا المؤلف اللي هو مول هذا الوصفه هذه اللي قدمها في هذا الموقع، ستيفاني مالني. اذا هنا كاين مكونات، هنا كاين التعليمات، هنا كاين المعدات اللي هي الخلاط فقط، هنايا كاين التغذيه اي كل ما يتعلق بالسعرات الحراريه والكربوهيدرات والبروتين والدهون في هذه الوصفه. اذا نجوزوا الاخوان تشوفوا وصفه اخرى وتكون شي وجبه اكل مثلا، نكليكوا على مثلا وصفات اكثر من 125 وصفه في هذا الموقع. اذا نكليكوا على اي وصفه موجوده هنايا، كما كتشوفوا هنايا الاخوان، هنايا كاين اسماء ديال المطاعم المشهوره وكاين الوصفات اللي كتشتهر بها. اذا تشوفوا مثلا برجر كينج وكليكيو على هذه، تشوفوا ماش كتكون. اذا هذه همبرجر، نقوموا بالترجمه ديال الموقع للغه العربيه، ننتظر. اذا ها الاخوان ها الوصفه، ها الديسكريبشن ديالها، اذا ها المكونات ديالها، مكونات باش كتكون، ها هما بالصوره. ها هي الاخوان، قراو هادشي هذا كامل، طريقه التحضير حتى هي. اذا نجوزو نشوفو المكونات بالتدقيق. اذا كما كتشوفوا الاخوان، يمكنك صنع برجر كينج ووبر المقلد منزليا في منزلك. اذا المطبخ الامريكي الطبق الرئيسي، كاين شحال فيه السعرات الحراريه 526، هنا المكونات، هنا التعليمات، هنا شحال فيه البروتين والدهون كذلك ومثال. اذا اخوان الموقع جد سهل كما كتشوفوا، يكفي انكم ترجموا اللغه العربيه واذا كنتوا مثلا ما كتعرفوش اللغه الانجليزيه، ويعطيكم جميع الوصفات اللي تحضروها في المنزل ديالكم. اذا تحل المشكل ديال كيفيه تجيب الوصفات من ماكدونالدز او لا ستاربكس او اي مطعم مشهور. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الموقع هذا، ونتمنى يعاونكم في تحضير الوصفات في المنازل ديالكم. حتى الناس اللي ما عمرها يعني عملت شي وصفه في المنزل ديالها، راه نتوما شفتوا جد سهل يعني بالصور وداكشي باللغه العربيه بالتدقيق. اذا اتمنى انك تكون ساليت هذا الفيديو هذا، ما تنساش لايك لهذا الفيديو هذا والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلوك جديد هذه القناه دائما. اذا بغيتي شرح لاي حاجه في هذه القناه هذه، مثلا بغيتي تطبيقات الهواتف، بغيتي الويب، مثلا شي موقع ما عرفتيش او لا ما سمعتي به وبغيتي نعطيك الشرح ديالو بالشرح الممل في هذه القناه هذا، فيكفي كتابته في التعليقات اخي اختي. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في فيديو اخر ان شاء الله.